السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. اليوم البنات غندير معكم بيتزا، بيتزا بلدان دفيومي. اول حاجه غنبداو بالعجين. كناخذ نص كاس زيت العود، عندي نص كاس الحليب، وهنا معلقه كبيره ديال الزبده. انا هنا درت زبده لابريري، وانت اي زبده اللي عندك في الدار. عندك بيضه، وبالنسبه للخميره دايره خميره، معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، شويه الملحه وشويه سنيده، وطحين عندنا طحين الفرص. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه غنخدموا بيضه هي الاولى. بسم الله. غنديروا نص كاس ديال الزيت، نص كاس الحليب، يعني غندير كل شيء في الاول وغنجمعهم بالطحين. بسم الله. المهم نبدا في الاول هكا، من بعد غنجمعها بيدي باش تجيني سهله. نبدا نمسك الخليط، نحاولوا ندخلوا الطحين مزيان في العجينه حتى تجمع لينا. البنات راه ما درت لكمش العبار ديال الطحين، حيت راه كيبان لك بانها راه تجمعات، صافي كتحبسي ما كتزيديش الطحين. البنات ها هي العجينه ديالنا تجمعات، ها انتما كتشوفوا، يعني كتجي رطبه، انت جمعتها مزيان هنايا. دابا غنرش شويه الطحين، نطلقها غير شي شويه ونسرحها في الطوانيشه. انتما البنات من بعد ما طلقتها شي شويه فوق البوطاجي، دابا غنسرحها نيشان على الطاوله اللي غنطيب فيها. ما هي كتجي خفيفه صراحه، دغيا كتمشي، يعني ما كتعذبكش بزاف، يعني عاديه. البنات هانتوما راني سرحتها دابا في الطاوله اللي غنخشيها في الفران. غنثقبها بالفرشيط، ومن بعد غندخلها الفران، غطيب غير نص طيبه وغنخرجها ونعمرها ان شاء الله. يلا بقاو معايا البنات. البنات بالنسبه للصوص، ما كانتش عندي مطيشه العاديه ديال الدار، درت هي ديال الحك. يعني انت اي مطيشه اللي عندك في الدار ديريها، يعني انا غير اختياري هذا. درت ديال الحك شي شويه، وزدت فيها الماء وشويه العطريه شويه وشويه الزيت البلديه وشويه الزعتر. كنخليها تتغلي مزيان وكنطفي عليها على ما تبرد، وديك الساعه نديروها في لاباط ديالنا. يلا بقاو معايا البنات. البنات بالنسبه للحشوه ديالنا اللي غنديروا في البيتزا، خديت هذا الحوت لوكوز، ها هو كتشوفوه، يعني اي طون اللي عندك في الدار تقدري ديريه. خديت بواطه واحده، عندي لدان فيمي، عندي شويه الزعتر، شويه الزيت المقطع، هذه لاصوص ديالنا اللي طابت، هي خليتها تبرد شي شويه على ما توجد لنا لابار، والفرماج احمر. بقاو معايا البنات. ها هي لاصوص ديالنا البنات، غنحاول نسرحها.
هانتوما البنات درت دابا لاصوص، غندير الطون. المهم تفرت التي عادي على حساب شحال اللي عندك موجود. دابا غندير لادند ومن بيتزا اي حشوه بغيتي ديرها. المهم انا هذه كتعجبني، كتجيني صراحه بنينه. المهم نحاولوا نستفوها على بيتزا كامله. هانتوما البنات دابا غندير الزيتون، المهم شويه غنزيد الفرماج ويبقى الزعتر هو الاخر. دابا البنات غنزيد الزعتر هو اخر حاجه وغندخلها في الفران غير على ما يذوب الفرماج ونخرج ان شاء الله. هاي البيتزا ديالي وجدات، الصراحه كتجي زوينه وما كتاخذش الوقت بزاف، وبالنسبه للباط يعني ناجحه 100%، يعني ما تخافيش منها ما تصدقش ليك ولا شي حاجه، يعني غير زعمي وجربيها ان شاء الله غتكون مزيانه. بالنسبه لك انت كتخبعي في الفريغو ولا الكونجيلاتور؟ انا بالنسبه لي انا شخصيا بعض المرات كنكون ما كنقدرش، بعض المرات ما كيكونش عندك الوقت ولا شي حاجه، كنكون كنعجن في مره واحده، يعني كنطيب كنخلي كوا زعما قرصه واحده اللي غنطيبها والاخرى كنخبعها في الكونجيلاتور، يعني ما كيوقع عليها والو. نهار اللي كنحتاجها وكنكون ما قداش نصاوب شي حاجه كنخرجها كتطلق شي شويه وكنخدم هذيك الساعه، يعني ما كيوقع عليها والو في الكونجيلاتور. وكنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه، وما تنساونيش البنات بالمشاركه ديالكم وديروا لي جيم ومهم تنتمنى تعجبكم ان شاء الله. يلا سلامه، صحه وراحه.